تكملة شحن الصنفورات. طبعا الصنفور لو سبناه واهملناه ممكن يدي اعطال ويدي يعمل مشاكل. فالصنفور لازم، مش الصنفور لوحده، اي جهاز، اي جهاز في الشغل في الانشارات لازم تعمل له صيانه وننظفه ونظبطه، بس مسمار محلول، اي حاجه، اي في اي مشكله نلحقها ونعمل الصيانه. اللي احنا مش قلنا قبل كده في صيانه ورقائيه وصيانه عمليه؟ لا، الوقائيه ان انا نقدر بسرعه نقدر نعمل الصيانه بتاعتي ونقي نفسي من مشكله هتحصل بعد كده. اللي بيحصل في ايه بقى؟ كيفيه عمل صيانه في الصنفرات عشان هي الوقايه تخليني ما يحصلش عندي اعطال. نمره واحد، لما نيجي نطلع نعمل صيانه في الصنفور نشوف جميع السلامه بتاعت اللمبات، اللمبات كلها سليمه والفتلتين مظبوطين تمام؟ ونقيسهم ونظبطهم تمام. لقيت في مشكله في لمبه منها نغيرها، ما عنديش مشكله. لمبه في مشكله فهتعمل لي مشكله اللمبه دي، او في فتيله مش مظبوطه نغير اللمبه. السلامه بتاعت اللمبات من اثنين، تفصل جميع اسلاك الصنفور من الداخل. احنا مش قلنا لما نسيبوك في الصنفور تحت في الهيد بتاع الصنفور في روزتات الكابل بيطلع من الصنفور يتفرد في الروزتات؟ انا قلت لكم الكلام ده. الروزتات دي من السلكه بتخش في الروزتة وتتربط بالمسمار، يعني بس كل سلكه من دول لما نطق الكابل 28 بير ولا 14 بير والكلام ده بيتفرد في الروزتات. ولما بيتفرد في الروزتات، الروزتات بتبقى عامله كده، احنا قلنا في الصنفور بتبقى الروزتة من تحت في الهيد بتاع الصنفور عامله كده، وانا قلت روزتات الروزيت بقى السلك بيخش فيها من تحت كده بيتربط بالمسمار، يخش السلك يتربط بالمسمار، يخش السلك بياخد سلك تاني يديه للمرمى، ياخد سلك تاني يديه للمرمى التاني وانت ماشي كده. فالحاجات دي ممكن مع مرور الاضطراب المسامير بيحصل فيها لوز او تفاوت، فبنراقب على السلوك دي. يبقى ايه؟ فحص جميع اسلاك الصنفور من الداخل هيد الصنفور. الترانسات، احنا مش قلنا كل لمبه لها ترانس خاص بيها؟ طب الترانسات دي، الترانسات دي مربوطه بمسامير على قاعدة، الترانسات دي هتلاقي قاعدة كلها بتتربط عليها. مع مرور الاضطراب والهز بتاع السكه ممكن المسامير اللي هي مربوطه فيها قاعدة يحصل فيها لوز، يحصل فيها اي مشكله؟ يحصل. طيب يوصل الترانس ما يبقاش قاعد ثابت في مكانه، يعمل لي مشكله، يبقى انا لازم الترانس اشوفه سليم تمام، مش متحمص، مش داخل على المرحله وسلوكه تمام والترانس تمام. نثبته ونشوفه تمام. العدسات الوترات الحيويه والعوامل الجويه والكلام ده كله، مش في تراب وفي شتل وفي سيول وفي كلام من ده؟ طيب ماشي. العدسات دي مش بيجي عليها الميه بتاع الشتاء؟ طب بيجي عليها تراب؟ طب التراب مع الميه والكلام ده يعمل ايه؟ يداريه، يبوظ لي العدسه. يبقى اللي فات بالسواق ماشي، ما هوش شايف ان السنفور ده عامل زي ما يكون مطفي، هو اخضر ولا اصفر ولا احمر ولا ايه بالظبط؟ ليه؟ لان العدسه بتتصبغ وعايزه تخلص. يعني بنيجي انا عامل معدسات وانا بفتح الهيد بتاع السنفور من الداخل بنمسحه، من الخارج بنمسحه. انا شفت ناس بتمسح السنفور بميه وصابون وسلك او سفنج بالعدسات دي. بص العدسات، لا، حتى لما يجي حد يمر عليك ويشوف سيارتك يلاقيك عامل سياره كويسه وتمام 100%. بالنسبه للعدسات من الداخل والخارج، ربط مسامير الروزتات الخاصه باسلاك الكابل اللي احنا قلنا عليها. المسامير الروزتات الخاصه باسلاك الكابل ماشي يا رجاله. اللمبات دي، اللمبه بتاعه الصنفور، اللمبه اللي احنا قلنا عليها مش في لمبه في الهواء بتاعه الصنفور لها فتيله رئيسيه وفتيله احتياطيه؟ في لمبه بالطريقه دي؟ طب اللمبه دي بتتركب فين؟ مش بتتركب في دويل كده اهو عشان نوصل في دويل السلكه دي ونوصل في دويل السلكه دي ونوصل في دويل السلكه دي اللي بروح للمبه؟ طيب الدويل ده اهو، قاعده اللمبه دي لازم نفحصها. ممكن اللمبه من هنا لهنا يكون في مشكله، ممكن اي ملمس من اللمبه للدويل يكون في مشكله. نفحص وننظف زي ما بنركب اللمبه، وانا اثناء تركيب اللمبه خلعان اللمبه دي وتركيب اللمبه الثانيه ننظف البلاور وننظف القلاوات بتاعت اللمبات دي اللي هي في المسجد. طيب في حاجه بقى يا رجاله، ساعات تبص تلاقي ان فندس
مش شايفه، انا ما شفتش السمافور اخضر الا وانا تحت السمافور بمترين ثلاثه. اه نقول له كلامك صح، انا هروح اشوف في ايه. بنروح بقى اللمبه، العدسه بتاعت اللمبه اللي هي اللي اللمبه جواها، اللمبه جوه كده اهو بتركبها على الدويت زي ما قلنا كده اهو، اللمبه والفتيله والفتيله في العدسه دي خرم صغير من اهو. العدسه دي بالكامل كده على بعضها متركبه في الصنفور قاعده بمصانير، بتضرب بمصانير كده اهو، بمصانير كده، المصانير كده اهو، العدسه بتركبها بمصانير. في لما بنيجي نركب العدسه ونثبتها في الهيد بتاع الصنفور بنثبتها بالمصانير دي. طب انا لو ثبتها بالمصانير دي مسمار جمدت عليه، المسمار خليه نص نص، المسمار ما فوتوش، العدسه نفسها مش هتبقى قاعده كويس في الهيد. احنا بنعمل ايه؟ بنربط تمام وبنيجي بنبص في الايه؟ في الخرم دي، البقره دي بنبص فيها، بنجيب اخر نقطه في السكه، الخرم بتاع البقره عامل كده بنبص فيه وبنجيب اخر نقطه في السكه من بعيد، وبنيجي نربط مسامير الجنب. البقره بتروح معايا وتيجي معايا الجنب يمين شمال يمين شمال لحد ما البقره تنزل معايا والعدسه تثبت تمام خلاص. دي هي الايه؟ البقره الخاصه بالاضاءه. تخلي الرؤيه لو انت على بعد 3 كيلو 4 كيلو تبقى شايف السبورة اكتر والاصفر والاحمر تمام، مفيش مشكله. ماشي يا رجاله، ديت كيفيه عمل اضاءه، كيفيه عمل صيانه للسبورة. طيب هل السبورة اللي احنا بنتكلم عليه وهنعمله صيانه ايه؟ ممكن يعطل؟ اه يعطل. كل شيء معرض للبايظ، حتى في البيت تلاقي مفتاح اللمبه بايظ محروق، مفتاح اي حاجه محروقه، كذا حاجه محروقه، لا عندنا برضه في السكه الحديد لازم يحصل عطل، والا ما كانش عملك في محطه التسجيل الاعطال عطل اللي بيحصل، بنتلاشاه بسرعه قبل ما يحصل اننا نعمل الصيانه اللي اتكلمنا عليها دي. نخش في الاعطال، ايه الاعطال الشائعه اللي بتحصل في السمافور؟ نمره واحد لمبه السمافور محروقه. يعني الراجل جاي بيقول لي السمافور بدي اصفر، واللي بعد منه جه قال السمافور بدي اصفر، السمافور بدي اصفر. طب نروح نشوف اللمبه الخضراء، ممكن تكون اللمبه الخضراء محروقه. طيب هل الكلام ده بيديني بيان عندي؟ بيديني بيان عندي في اوضه الاجهزه ان السمافور فيه مشكله، نروح نعملها. ما نستناش لما حد يجي يقول لي ده السمافور فيه عطل او فيه مشكله. احتراق اللمبه، اللمبات، الفيوز بتاع ال 220 اللي بيودي الكهرباء للمبه الصفراء، اللمبه الخضراء، اللمبه الحمراء، هل الفيوز لو انحرق هيودي كهرباء؟ مش هيودي كهرباء، يبقى السنفور ممكن يطفي، يبقى من ضمن الاعطال. مش احنا قلنا الفيز اللي بتروح الحيه في الارضي رايح مباشر للسنفور، السنفور الارضي الان رايح مباشر للسنفور، ماشي رجالك؟ لا رايح مباشر للسنفور الارضي. طب والفيز؟ احنا مش قلنا الفيز الحيه بتروح على الحياه عن طريق حاجه اسمها تي ال بي ار، ماشي؟ مش قلنا كده؟ قلنا الكلام ده وقلت لكم تي ال بي ار ده هو الفيزا بتروح عن طريقه، يا للاصفر يا للاحمر، يا للاصفر يا للاحمر، انما الارض بتبصر مباشر. التي ال بي ار ده اللي انا قلت لكم في دايره توحيد بتطلع لي 24 فولت موجه وسالب، بتشيل لي ايه بقى؟ الريلي بتاع ال ال بي ار، مش احنا قلنا الكلام ده رجاله؟ الريلي بي ار ده بيقول لي ان اللمبات سكت، يبقى الفريزر لما بتروح لي بتروح لي عن طريق ملفات كده اهو عشان تعمل لي مجال مغناطيسي اللي هو ال 24 فولت موجه وسالب يشيلوا ال ال بي ار، يبقى انا ضمنت ان في سحب على اللمبه دي، في سحب على اللمبه دي، وفي سحب على اللمبه، اللمبه بتبقى على سحب بتسحب كهرباء، ماشي؟ طيب لو انحرقت الوحده دي، لو الوحده دي الملفات اللي جوه دي انحرقت الوحده دي لو انحرق، هل السنفور يشتغل؟ لا يبقى احمر، يبقى في عطل. احتراق الوحده في التيل بقى يدي عطل. الترانس اللي بيغذي اللمبه، مش احنا قلنا الفيزا بتروح الارض والفيزا بتروح من الترانس 220 بيطلعوا 12 للمبه؟ اه بيطلعوا 12. لو الترانس انحرق اللمبه هتنور؟ لا. والترانس لو انحرق او الوحده دي انحرقت بيضربوا لي فيوز ال 220 بيحرقوه، ماشي؟
ناخدش على نمره خمسه. الكابل اللي راح مقاس الصفور اللي فيه اللي فيه اللي الارضي والديت واللي اللون الاخضر واللون الاصفر واللون الاحمر والاي تي سي والكابل ده، الكابل ده لو الكابل ده باظ، لو الكابل ده باظ هل الصفور اللي فيه شغال؟ لا، هيبقى فيه عقد اللي هو تلف الكابل الخاص بالصفور. ماشي يا رجاله؟ ريليه الصفور احنا قلنا ليه الجروب بتاع الايه بتاع الهات بتاعه الهات بتاع الصفور. طب الهات دي هل في ريليه ممكن يبوظ؟ انت بتقول لنا ان دي حاجات كلها ممكن تحصل. طب مفيش ولا ريليه من دول ممكن تحصل فيه حاجه تبوظ الصفور؟ لا، في انا هقول لكم تلف بعض الملامس اللي هذا اللي تخص الصفور، لان الريلي ان هو بيشيل ملامسه بتتصاص بيصحى بيصير بيشيل وطول النهار على كده، طول الراجل يفتح يشيل يقفل تصحى القطر يعدي تصحى. طب مع كتر الشغال والصوت ده ممكن الملامس دي تبوظ، نستبدله بريلي تاني، نستبدله بريلي تاني. دي كانت اعطاء الصفرات ودي كانت اخر حاجه في الصفرات، وان شاء الله باذن الله نخش على المحطه الثانيه ان شاء الله.